اول حاجه كنشكرك جزيل الشكر على المراقبه اللي راه جزاك الله خيرا الحمد لله بعد عام تاع اول حاجه كنشكر جلاله الملك على هذه المبادره الحمد لله راه حنا خدامين مزيان غير بالنسبه لدوك الدفعات اللي شويه كاين خمسه ديور واحد عائلةنا اول محمد تاع خمسة الديور كلهم آه والحمد لله اللهم لك الحمد كان شي الدور المهم هاد الدوار سميتو دوار, دوار نقر كاين الناس اللي خدامين كاين بعض الناس باقيين ما خدامين والحمد لله بعدا كنشكر جلالة الملك على هاد المبادرة لا. لا لا الحمد لله الحمد لله من الناس بدا خدامين كان هاد الدوار وكذا الدوار الاخر كان دوار طارت مران لا الحمد لله دابا دابا كنطلبو بالنسبة للناس المسؤولين بهاد الشيء تاع الزازاري ادركوا شويه هادشي تاع الدعم قبل ما ندخل نعاود تيلي باش ان شاء الله ندخلوا ال... ندخلوا لديورنا مع المعامله تاع تاع المدرسه حنا 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 دابا فواحد الدوار بعيد بعد المدرسه بزاف الا كاين الشتاء ولا الا كاين شي رعد الدراري تيجلسوا على المدرسه هاد كاينه الطريق هو كنطلبوا من المسؤولين اي اجي شويه الم... المبادره اللي جازيهم بخير درنا الطبلاصه في درنا الطبلاصه دينا الدفعه الثانيه كنتسناو الدفعه الثالثه حيت التصوير اللي مكلف دي كتعطي ديك التفعه الاولى الثانيه الثالثه خاصو خاصو يدور 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 الصندوق هذا الرابعه ويزيد وزيد نعم كاين بعض الناس كاين بعض الناس اللي كيتشكوا من من الطريق كاين بعض الناس من ناحيه السلعه من ناحيه السلعه ما كيطلعش الكاميرا ما كاينش طرقات هنا الحمد لله راه شي شويه راه كاين الدوار اخرين ما لقاو كاع مساك من يدوزو تا خشات تاع السيمه السلام عليكم انا سميتي حسن غنهضر على حساب المعاناه اللي كانوا في <applause> الزنزال و ودابا راه كما كتعرفوا راه دازع على الزنزال كما كتعرفوا دابا الحمد لله الاشغال بدات يعني الناس بداو كيفرحوا بشي حاجه مهمه راه الاشغال بدات يعني يعني المعاناه كاع اللي عاشو الناس في الزنزال المناطق الحوز ومنطقه <applause> ديال تاروزانت <applause> والنواحي كامله يعني دابا الحمد لله راه الاشغال كما كتشوفوا راه بداو الاشغال تاع يعني الزراعه الثانيه بداو كيتخلقوا من جديد والحمد لله راه هادشي كيفرح او واش نقول لكم يعني عشان الناس المعاناه بزاف داك الزنزال كاين اللي, كاي اللي رابتي الدار كاي اللي كاين اللي طاح ليه كاين اللي يعني الناس تكرفصوا بزاف او الحمد لله اه اش غنقول لك كما كم كتعرف يعني الناس كاملين تقريبا كاملين مستفدين يعني فاش كتشوف البني فاش كتشوف سميتو الاعمال هكا يعني تقريبا كلشي مستافد يعني ما كنسمعش باقي شي واحد ما مستافدش فهمتي يعني تقريبا دابا راه كلشي بدا البني وعلى حساب كيما كنعرف في, في يعني سميتو اللي خايب عندهم هما الطرقه يعني الطرقه نتاع السلعه عشان نقول لك الطريق لا بيست وداك راه صعيبه شويه فهمتي ماشي بحال الفيلاجات 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 راه كتعرف كيف آه كاس العام استحمل هنا والبلاد لا البلاد الا خاصك تطلع عاوتاني الكاميوات واش فرع خاصك عاوتاني راه خاصك بزاف المصاريف فهمتي يعني كتضبط بجوج مرات لا جزئيه وحنا درنا الاصلاح يعني ما درناش حيت كما قلت لك كما كتعرف الاجبر ما يمكنش تبني دغيا فهمتي مع الطريق و اه خاصك بزاف الوقت بحال دابا نيت راه الاكثريه في البلاد باقي ما كيبنيه على حساب معاناة تاع الطريق يعني خاصك شحال من حاجه باش توصل سلعتك انت كتشوف دابا بعينيك حنا درنا الطلاو وبنينا وعطاونا الدعم اللهم لك الحمد قد زينه اللهم لك الحمد الله ينسى سيدنا آه ها الدور الله الناس داروا الطبالي وداك كاين اللي, اللي في السواري وداك الشيء ولكن دابا الناس خدامين حاليا خدامين مزيان دابا الناس خدامين مزيان ها انت كتشوف بعيني كازين فين وصلت انا يلا وصلت الطبلة مازال شكون يلا جاني كود على الاخر اي كاينين قاعد الناس اللي خدامين توصل بالدعم كاين هنا شي نقول لك شي شي عشرات الديور ولا شي عشرات الديور تقريبا اللي كاينين ولا خمسطاش دار والله انسى سيدنا الله يجزيكم بخير بعد تلاتة علينا ان شاء الله يا داكشي اللي كان كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم قال الناس يوليو كي كاين كانوا بعد بعدا الاول راه يعني كانوا الناس كاع عندهم ديور ولا بس عليهم وتقدت القضيه يا من يعني بعد جات الزنزانه داكشي اللي بغى الله سبحانه ومن النبي داكشي اللي لا قدر ديال الله هو هذا اللهم لك الحمد كنا غير بقى بعدا بالروح كنا متنا كاع اش نزيدو اللهم لك الحمد وسيدنا عاوننا الله يجزيه بخير الله يرحم الوالدين أنتم وأنتم وأزتهم الله يجزيكم بخير. الله قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب.